تتوالى الخسائر التي تعصف بشركات كيان العدو وآخرها فقدان مصنع ميترونيكس في كيبوتس إسرائيل 5 مليارات شيكل، وهذا المصنع لروبوتات تنظيف البرك الذي جعل الكيبوتس مزدهرا تراجعت قيمته السوقية من 9 مليارات شيكل في عام 2021 إلى 4 مليارات، وبالتالي انخفضت قيمة حصة كيبوتس إسرائيل من 5 مليارات شيكل في الذروة إلى 2.2 مليار شيكل اليوم. أمام ضغط المقاطعة للشركات الإسرائيلية وتلك الداعمة للحرب، وفي ظل الشكوك المتزايدة بإمكانية وفاء هذه الشركات بالتزاماتها التجارية بسبب الأعمال العسكرية ونقص الموظفين، تزداد الضغوط بشكل كبير على قطاع الأعمال، وتتزايد في الصحافة الإسرائيلية الدعوات للشركات بإعلان دعمها سرا لإسرائيل، وهذا ما يدل على النجاح الذي تحققه حملات المقاطعة. محليا تتعمق يوما بعد آخر الفروقات في الرواتب والأجور الإسمية بين القطاعين العام والخاص. يتشارك الموظفون والأجراء غياب التقديمات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يوجب الاتفاق على عقد اجتماعي جديد أكثر عدالة وإنصافا. لذلك المطلوب اليوم إعادة البحث من خلال لجنة المؤشر وتوسيعها لضم كافة الهيئات والشرائح النيابية والقطاع العام من أجل تعديل الأجور وإعادة الأمور الشرائية لها بعقد اجتماعي جديد لا يضمن حقوق الناس والتقديمات الاجتماعية. أعلنت جمعية المصارف في بيان أن 11 مصرفا لبنانيا رفعت اليوم إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع بواسطة المحاميين إيلي إيميل شمعون وأكرم عزوري. طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها إلى مصرف لبنان كي يتمكن الأخير من تسديد التزاماته إلى المصارف لتتمكن بدورها من إعادة أموال المودعين. ولخصت المصارف المدعية مطالبها بثلاث نقاط. أولا، مطالبة الدولة بتسديد دينه إلى مصرف لبنان والبالغ حوالي 16 مليار و617 مليون دولار. ثانيا، مطالبة الدولة بتسديد حوالي 51 مليار و302 مليون دولار لتغطية خسائر مصرف لبنان الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020 تطبيقا لقانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 113 منه. ثالثا، تغطية زيادة العجز في مصرف لبنان عن السنتين 2021 و2022 من خلال اتباع طريقة الاحتساب التي اتبعتها الفاراز أن مارسال في تحديد الخسائر حتى العام 2020. ولمحت المذكرة بحسب بيان جمعية المصارف إلى اللجوء لمراجعة القضاء الإداري لإلزام الدولة اللبنانية تنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب. في الخبر الأخير، يستمر سعر الذهب بالتقلب بعد كسره عتبة 2135 دولارا للأونصة قبل يومين وتراجعه بنحو 100 دولار، وبلغ السعر في تعاملات اليوم 2023 دولارا للأونصة. ويرى محللون بسيتي إندكس أن عدم اليقين سيظل مسيطرا على السوق على المدى المتوسط بانتظار جلاء السياسات النقدية وأسعار الفائدة، في حين أنه من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.